تنفيذاً لقرارات اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وتطبيقاً لقرار إغلاق كل المحلات التجارية من 26 من شهر مارس الجاري إلى 9 من شهر أبريل القادم والاكتفاء بخدمة التوصيل فقط، فإن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة تود التأكيد على ما يلي: يستثنى من هذه المحال الصناعية والتجارية كل من الآتي: الهايبر ماركت، السوبر ماركت، البرادات والبقالات، ومحال بيع الخضروات والأسماك واللحوم الطازجة، المخابز اليدوية والآلية، محطات تعبئة الوقود ومحال تعبئة الغاز الطبيعي، المستشفيات والعيادات والصيدليات ومحال النظارات، البنوك والمصارف ومحال الصرافة، المكاتب الإدارية للمؤسسات والشركات والتي لا يتصل نشاطها بشكل مباشر مع الزبائن، المحال العامة في استيراد وتصدير البضائع وتوزيعها، ورش وكراجات تصليح وصيانة المركبات ومحال قطع الغيار، قطاع الإنشاءات والصيانة، المصانع. ويسمح للمحال الصناعية والتجارية مزاولة عمليات بيع السلع والخدمات بالطرق الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي عن طريق خدمة توصيل البضائع. قال محافظ مصرف البحرين المركزي سعادة السيد رشيد محمد المعراج إنه إلحاقا لتوجيهات المصرف الصادرة في 17 من شهر مارس لعام 2020، فإنه يجب أن تكون الأقساط الستة المؤجلة من قبل بنوك التجزئة وشركات التمويل والتمويل الأصغر بدون رسوم على التأجيل وبدون فوائد أو أرباح إضافية ولا زيادة في سعر الربح أو الفائدة، ولكن يجب على العميل حسب ما يتم في السابق دفع رسوم شركة التأمين إن وجدت فيما يتعلق بتمديد فترة بوليصة التأمين على الحياة. عقدت مجموعة من البنوك والشركات مؤخرا اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية وأقرت توزيع أرباح لمساهميها، حيث أعلن بنك سيكو توزيع أرباح نقدية قدرها 3,899,000 دينارا على المساهمين للسنة المالية المنتهية في 31 من شهر ديسمبر عام 2019 بواقع 10 فلوس بحرينية للسهم الواحد. كما وافقت الجمعية العامة العادية لبنك البحرين والكويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع مبلغ 51,374,000 دينار كأرباح نقدية بواقع 40 فلسا بحرينيا للسهم الواحد. كما وصادقت شركة التكافل الدولية في اجتماعها على صافي ربح المساهمين الذي بلغ 690,000 دينار وبلغ العائد للسهم 8.12 فلس من الفلس. وعقدت شركة البحرين لتصليح السفن والهندسة توزيع صافي أرباح عام 2019 التي بلغت 3,075,000 دينار، حيث صادقت الجمعية العمومية على توزيع أرباح نقدية على المساهمين قدرها 50% من رأس المال المدفوع. أعلن بنك البحرين والكويت تعيين الدكتور عبد الرحمن علي سيف رئيسا تنفيذيا جديدا للبنك خلفا للسيد رياض يوسف ساتر، وذلك اعتبارا من تاريخ 1 أبريل 2020. وقد أعرب رئيس مجلس إدارة بنك البحرين والكويت السيد مراد علي مراد عن شكره وتقديره للسيد رياض يوسف ساتر، وأشاد بجهوده وإسهاماته المتميزة طوال فترة مسيرته مع البنك. والآن نترككم مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية.
نواصل النشرة الاقتصادية مشاهدينا مع فقرة إغلاقات البورصة لنهاية تعاقدات هذا اليوم، ونبدأ مع بورصة البحرين. فقد أقفل مؤشر البحرين العام على تقدم بنسبة نقطتين مئويتين تقريبا، مغلقا التداولات عند مستوى 1385 نقطة، وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاع البنوك التجارية وقطاع الاستثمار. وقد تجاوزت كمية الأسهم المتداولة 3,628,000 سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 520,000 دينار تم تنفيذها من خلال 79 صفقة. وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع البنوك التجارية. أما بالنسبة إلى أغلاقات باقي البورصات الخليجية، فقد ارتفعت أغلب البورصات الرئيسية اليوم إثر مكاسب النفط والأسهم العالمية، ونبدأ بالسوق المالية السعودية التي أغلقت عند مستوى 6208 نقاط بارتفاع بنسبة 0.24%. وبالنسبة لسوق دبي المالي فقد أغلقت عند مستوى 1823 نقطة بارتفاع بنسبة 6.42%. أما سوق مسقط للأوراق المالية فقد أغلقت عند مستوى 3556 نقطة بارتفاع بنسبة 0.6%. أشارت تقديرات من بنك مورغان ستانلي إلى أن لبنان يواجه عملية إعادة هيكلة ديون معقدة وصعبة قد تستغرق ما يصل إلى عامين. وأعلن لبنان أن مدفوعات جميع سنداته الدولية البالغة قيمتها 31 مليارا و300 مليون دولار هذا الشهر لم يعد باستطاعته سدادها. وتجدر الإشارة إلى أن البنود القانونية لسنداته تجعله عرضة للرفض من المستثمرين، بينما تحويل العبء إلى البنوك المحلية ليس خيارا لأن البنوك نفسها ساهمت في امتصاص الديون وستحتاج إلى إعادة رسملة. النشرة الاقتصادية مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل. اتحاد النقل الجوي الدولي يعلن خسائر قطاع الطيران في العالم عند 252 مليار دولار. وصل البيت الأبيض ومجلس الشيوخ إلى اتفاق بشأن خطة تحفيز بقيمة تريليوني دولار لدعم الاقتصاد الأمريكي وملايين المواطنين المتضررين من أزمة فيروس كورونا. ولا يزال يتعين على مجلسي الشيوخ والنواب المصادقة على القانون قبل إرساله للرئيس دونالد ترامب للتوقيع عليه. وكانت حزمة الدعم تعثرت في مجلس الشيوخ، حيث قال الديمقراطيون إنها تقدم أقل القليل من المال للولايات والمستشفيات، وتخلو من قيود كافية على صندوق لمساعدة الشركات الكبيرة. فشل وزراء مالية مجموعة اليورو خلال اجتماع عبر الفيديو في الاتفاق على الإجراءات الواجب اتخاذها لدعم اقتصادات التكتل في مواجهة تداعيات وباء كورونا المستجد. ووصل الأمر برئيس مجموعة اليورو ماريو سنتينيو إلى حد القول أنه ينتظر بفارغ الصبر اجتماع رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي المقرر انعقاده الخميس، وذلك عبر الفيديو أيضا، لكي يعمل الوزراء بالتوجيهات التي سيتفق عليها القادة. قال وزير الاقتصاد الإيطالي روبرتو غوالتيري إن اقتصاد إيطاليا سينكمش بشدة في النصف الأول من العام الحالي بسبب أزمة فيروس كورونا، وأضاف أنه على مدى العام بأكمله تتوقع الوزارة تراجع الناتج الإجمالي بمقدار بضع نقاط مئوية، وبعد انخفاض حاد في مارس تتوقع الخزانة استمرار الصعوبات في أبريل وتحسنا تدريجيا فحسب في الأشهر التالية. والآن نترككم مع أبرز مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والمعادن الرئيسية.
توقع اتحاد النقل الجوي الدولي آياتا أن يخسر قطاع الطيران في العالم 252 مليار دولار من عائدات هذا العام بسبب فيروس كورونا المستجد، أي ما يعادل ضعف توقعاته السابقة في هذا الإطار. وقال مدير عام الاتحاد ألكسندر دو جونيك إنها أكثر الأزمات عمقا التي مرت على قطاعهم على الإطلاق، وذلك خلال مؤتمر صحفي عبر الهاتف داعيا الحكومات لتقديم المساعدة لمواجهة أزمة السيولة.